يا سلام يا سلام، ايش ده؟ احنا فين؟ احنا هذه محكمة اكيد اخر كلام. طبعا اول ما ندخل هنا فورا المعلومات الالكترونية. هذا الجهاز اسمه نبراس. طبعا هنا اذا حاب مثلا اول خدمة نقدمها هنا تحتاج لاستدلال كيف اوصل العلاقات العامة، كيف اوصل المحكمة، كيف اوصل القاعة. عاوزين نروح القاعة السابعة. يا سلام. نعم، يوديك القاعة السابعة، تتجه كذا، يقول لك امشي ستريت الى الامام، تلقى اسانسير على اليمين، ولا هذا باب؟ هي القاعة. باب. هذه القاعة. هذه القاعة. يا سلام. محاكم دبي التسريع والتسهيل على المتقاضين. السلام عليكم. سلام. كيف حالك؟ كنت تابع قضيتك هنا؟ نعم. الكترونية. طبعاً. طب ممكن نسوي كذا تجربة؟ ما في مشكلة. ورينا كذا لو تبغى تتابع القضية حقتك. متقاضين. الرقم القضية 98. الحين عندنا جلسة ب 7/4/11. هذه جلسة اليوم. اي نعم. يقول لك الدائرة. قاعة رقم 2. فانت عارف على طول حتروح لحين قاعة رقم 2. من دون ما اسال من دون اي شيء ابدا. لو ما انت عارف القاعة رقم 2. يعني ممكن اضطر اسال استعلامات. لا ممكن في حكومة دبي ترفض انه انت تروح تسال استعلامات. خليني انا اقول لك فين قاعة 2. تفضل اشرح لي. تعال تعال. ايوه هنا هنا القاعات. احنا نبغى القاعات. تبغى قاعة رقم 2؟ طيب قاعة رقم 2. انت دحين في الطابق الارضي. فحتتجه دغري. وبعدين تتجه يمين. تمام؟ حتلاقي قاعة رقم 2. اوكي. طوالي يمين في يمين. ايوه هنا ايش حاصل هنا بقى؟ هذه الكاونترات عباره عن ايش؟ طبعا هني الكاونتر هذا يخدم كل المتعاملين. كل الخدمات المحكمه تحولت الى قاعه واحده، بالتالي اي تسجيل لاي نوع من القضايا يتم في مكان واحد، الاستئناف، التمييز، الابتدائي، كله يتم في مكان واحد. كله يدخل على الكاونترات كل... نعم، يسجل نعم. القضيه حقته. طبعا هذا مثل الموظف الشامل، طبعا اي قضيه تسجلها يستلم منك حتى الرسوم، كل شيء في مكان واحد، فبالتالي ما انت ما تضطر انك انت تروح. ون ستوب سيرفيس. نعم. من ضمن مجالات الخصخصه ايضا والتعاون الحكومي والقطاع الخاص، هذه طبعا فلوريا جينز، شركه عالميه طبعا تقدم خدماتها للمتعاملين، لاخوه المتعاملين. عياده المحكمه فيها عياده. من ضمن الخدمات العامه الموجوده عندنا غرفه اسعافات اوليه، هي صيانه وخدمات قضاء واسعافات اوليه، غرفه اسعافات في المحكمه الأولية. في اسعافات الاوليه. نعم. وعلى فكره تقام ايضا دورات للموظفين في الاسعافات الاوليه، وعندنا كل ادوات الاسعافات سواء كانت هنا بالكبتات، يعني حاطين كل الادوات وال ما شاء الله جميل، اجهزه قياس الضغط والكرسي المتحرك ايضا، كرسي المتحرك كانت موجود. خدمه جيده جميله، حسنا احسان. هذا شيء واجب وطني، واجب وطني. جزاكم الله خير، شكرا. نطرح حلول ايضا في الدول العربيه، ليه ما يكون في كل محكمه غرفه اسعافات اوليه من باب العدل والاحسان في محكمه العدل، انه يكون في خدمه. هذا التطبيق العملي للعدل مو بس كلام. في دقه في مواعيد الجلسات، ما في شيء اسمه قاضي يتاخر. لا ابدا. 8:30 خلاص، 8:30 تكون موجود القاضي. اوكي. 8:30 موعد؟ نعم. طب ايش رايك حتكونوا في قاعه 2؟ نعدي عليكم نشوف قاعه 2 حيبداوا 8:30 ولا ما حيبداوا؟ هي مو مرتبه هي. ايش دورك هنا عفوا؟ انا محاميه. محاميه؟ نعم. ما شاء الله، وعندك جلسه اليوم؟ اي عندي جلسه. ايش اكثر شيء يهمك كمحاميه يكون موجود في المحاكم وموجود هنا؟ ما شاء الله موجود كل شيء. دقة وسرعة الإنجاز، هاي اللي تتميز فيها محاكم دبي. يعني ما في تأخير للجلسات؟ لا منتظمين في الوقت، أوقاتهم منتظمة، يعني الجلسة تبتدي 8:30. أنتوا عندكم انضباط المفروض مواعيد وكله؟ أي طبيعي. أيوه. كيف تضبطوا الأمور؟ البطاقة هاي اللي احنا نرتديها هاي بطاقة مغنطة كل موظفين المحكمة؟ كل موظفين. طبيعي أنك أنت أول ما تدخل صباحا تمررها، يسجلك عند نظام الموارد البشرية، بالثانية متى دخل. حلول المحاكم عشان نضبط الوقت يكون في محاسبة على الغياب والتأخير. بالتأكيد توصل إذا كان في تأخير توصلك ورقة اوتوماتيكيا على مسؤولك المباشر، يبت في قرار التأخير هل كان بإذن أو بغير إذن، في تصريح أو غير تصريح. جميل. ويتم البت فيها إجراءات الموارد البشرية. طبعا أحب أوضح لك نقطة. أيه. أن هاي الخدمات الموجودة هنا موجودة صباحا ومساء. فأنتوا بتشتغلوا صباحا ومساء؟ بالطبع طبعا. أه. الصباحي انت راح تضطر تطلع من دوامك وتخلص قضيتك وتخلص تسجل قضيتك وغيره، فلا بد من تقديم خدمه مسائيه، فمن 2:30 الى 7 مساء المحاكم فاتحه تقدم. لاحظوا طبعا المحكمه تدخل ما في اصلا تفتيش، ورايا في الريسبشن، وهذه الشاشه زي حقه المطار، في المطار عشان تعرف طيارتك، هنا عشان تعرف قضيتك الساعه كم حتكون وموجوده في اي قاعه. هذه القاعات كله تقدر تعرفه هنا، واضح أمام الكل، من ضمن هذه الشفافية في هذه المحكمة ومن ضمن نظام خدمة المواطنين. أول ما الواحد يدخل بيشوف الشاشة هذه. هاي الشاشة تمثل كل قاعات المحكمة، أي واحد عنده قضية في أي دائرة ممكن يلاقيها هنا، مثل ما أنت ذكرت
مثل شاشات المطارات رحلات الـ 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 رحلات القضايا القضايا. طبعا لاحظوا المحامين لابسين اللبس اللي عرفت انه محامي خلاص ما فهمت النظام. السلام عليكم، كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ كيف امورك؟ فهمنا انه المحامين بيلبسوا الاسود، معلومه جديده. هذا الروب. نعم الروب الاسود. التنظيم الدقيق، الرول اللي يطلع لنا قبل ما تبدا الجلسه نعرف مكان القاعات وين والمكان يعني الدور مالتنا باي وقت. هذا التنظيم جدا راقي وعالي وما موجود في اي مكان اخر، يعني فقط في محاكم الامارات. كذا مبتسم والله لانه دائما بشكل محامين دائما ان شاء الله مبتسمين. الحمد لله. من وين لا؟ انا عراقي. ما شاء الله. المحامي حامد الخزرجي. ما شاء الله استاذ حامد، حياك الله، يفرج على العراق. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. شكرا جزيلا. كله مرتاح، يعني تحس انه ما في يعني ما في ما في تنشن. ايوه ما في تنشن، لاحظ انت ما في تنشن. هذا جهاز ايضا مش موجود، يعني امر مبتكر. هذا اللي يسمونه برزه، ايضا اسم تراثي. كل اللي يحصل داخل القاعة تلقاه هنا، ما في داعي ما تدخل لداخل. يا سلام. كل شيء داخل بأسماء. طبعاً داخل هذا رول الجلسات. هذا لايف داخله. القضية الحالية. القضية الحالية هذه اللي شفناها، هذا نفسه ترى هذا محمود اللي شفناه برا، الأستاذ محمود والأستاذ أحمد، هذه قضيتهم هنا جوا. تقدر تشوف المحكمة. هذا فين محمود؟ هذا محمود. هو محمود. محمود. شفتوا محمود ولا ما شفتوا محمود؟ هو جالس هنا محمود. جالس على اليمين. جالس هنا محمود. فهذا اللي حاصل في الداخل. ايش الحكمة انه الواحد من برا، اي احد الحين، اي مراجع ممكن يجي يتفرج هنا يشوف اللي حاصل جوا؟ هو اولا احب اوضح لك ان اي مراجع يقدر يدخل داخل العلم. نقدر ندخل. نعم. يعني بس بدون كاميرا. نعم. طب انا ابغى ادخل دحين. تفضل. يا سلام. تفضل. انت عايزنا تقدر تدخل يا اخي. السلام عليكم. يا سلام حدخل شفتوني وانا بأشر ولا ما احنا هنا في طابق حنحضر قضية مخدرات، المتهم مسكو ومعه 1 جرام هيروين. هذا قاضي هنا. طيب حندخل المحكمة. شفنا ثلاثة جالسين، فأنا حسبت أنهم الثلاثة قضاء، يعني ثلاثة جلسوا يسمعوا للقضية والمرافعات المحامي والمدعي العام، حسبت أنه قضاء الثلاثة. فلما سألنا اكتشفنا إيش؟ Okay, now you're all judges. I'm a judge. My profession, my full-time job. Okay. I'm a professional judge. Interesting. But they are ordinary citizens. We shall control the professional judges. The job properly. طلعوا مش قضاء، طلعوا مواطنين. القاضي بس اللي في النص، الاثنين اللي على اليمين واللي على اليسار هم مواطنين عاديين، كل واحد عنده شغلته، وبيجوا هنا بطلب من الحكومة علشان يحضروا الجلسات من باب الشفافية ومن باب التحكم في أن القضاء لا يظلموا ولا يطغوا. أنه لما القاضي يكون جالس لوحده زي في بعض البلاد، جالس لوحده ممنوع أحد يجي يشوفه، ممنوع التصوير، ممنوع الإعلام يجي، هو لنفسه هو ملك هذه الجلسة بالكامل دون أي محاسبة، يطغى. What's the average salary for judge? For the average for a judge in the first instance is about 900 to 950,000 Norwegian kroner during a year. لما يكون في محكمة والقاضي في كاميرا قاعدة تصوره، ومواطن جالس عن يمينه، ومواطن جالس عن يساره، وإعلام ممكن يجلس في كراسي هنا للإعلام مخصصة مكتوب عليها بريس، هذول كرسيين مخصوص للإعلام. لما كل هذه المعطيات موجودة، ولما القاضي يحصل على 900,000 كرونة، 13,000 دولار شهري، 48,750 ريال، 76,000 جنيه في الشهر راتب القاضي. لذلك هذه البلد اللي احنا فيها من أقل بلاد العالم فسادا بسبب هذا النظام اللي احنا شايفينه. ممكن نلعب في الطاولة لأنه عجبتنا، علشان الواحد لا يتعب ظهره، سواء المدعي العام أو المحامي، فعنده إمكانية أنه يرفع هذه بقى عشان يتكلم. سبيك، تنور، يتكلم ويطلع المايك، خلص كلامه، نزل الطاولة ويجلس. بعض الناس حتقول هذه رفاهية، أنا أقول إنه هذا من ضمن احترام هذه المنظومة اللي احنا فيها، وهذا من ضمن الإحسان. كل هذه الغرفة الصغيرة هي إحسان في النظام القضائي وفي نشر العدل
في هذه البلد. السر في وصول أي دولة إلى هذه الدرجة من العدل وهذه الدرجة من تقليص الفساد هو النظام اللي موجود في عدد من الدول الغربية والشرقية. الدولة مقسمة إلى ثلاثة أعمدة أساسية: البرلمان أو مجلس النواب أو مجلس الأمة، ودوره الأساسي هو استصدار القوانين لهذه الدولة. الحكومة وعلى رأسها رئيس الوزراء، والوزراء دورها تنفيذ هذه القوانين التي استصدرها البرلمان. العمود الثالث القضاء، ودوره الأساسي هو أن يقضي ويحكم في النزاعات حول هذه القوانين. إذا أردنا أن يكون هناك دولة عادلة ونزيهة وليس فيها فساد، ضروري أن تكون هذه الأعمدة موجودة في كل دولة، وألا يكون هناك أي سيطرة لعمود على عمود آخر. يعني ليس لملك ولا رئيس وزراء ولا رئيس جمهورية السيطرة والقدرة على التأثير على نظام القضاء. فنظام القضاء هو هيئة مستقلة تماماً، ونفس الشيء ليس لملك ولا رئيس وزراء ولا رئيس جمهورية الصلاحيات ولا القدرة على استصدار قوانين للدولة، لأن هذه هي مهمة البرلمان. وبالتالي يصبح رئيس الوزراء أو الملك أو رئيس الجمهورية دوره الأساسي هو تنفيذ هذه القوانين اللي خارجة من البرلمان. وبالتالي نحصل على دول تحقق المفهوم النبوي في العدل، وتحقق المفهوم النبوي في أن الناس كأسنان المشط